المشكله ديال هذه المنطقه هذه، الناس ديال هاد التجار ولا الساكنه اللي كاين كيعانيو من ضيق الرصيف. كنشوفوا الرصيف اللي فيه 90 سنتيم تقريبا، وكاين اللي تيقول لك ربما مازال غادي يحطوا فيه البوطو ديال الضوء. التجار ديال درب عمر اللي ديجا كيحسوا بانهم دار عليهم الحصار. حاليا كنتواجدوا بشارع عبد الكريم الخطابي اللي كيبدا من ساحه النصر الى رامبان شيميكولو. المشكله ديال هذه المنطقه هذه، الناس ديالها التجار ولا الساكنه اللي كاين كيعانيو من ضيق الرصيف. ضيق الرصيف اللي الشركه اللي دايره هاد الخط ديال الترامواي الثالث والرابع اللي دايرين هنا المحطه في هذه المنطقه بزاف بالضبط دايرين فيها المحطه، ما احترموش المعايير اللي تيقول انهم كيدعيو انا كيحترموا لي نورم ديال 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 المحطه ولا ديال الاشغال. كنشوفوا الرصيف اللي فيه 90 سنتيم تقريبا، وكاين اللي تيقول لك ربما مازال غادي يحطوا فيه البوطو ديال الضوء. كيفاش هاد الناس هادو الماره ديال الاحتياجات الخاصه اللي عندها التربيه اللي مريض الناس كبار، كيفاش غيدوزوا من هذا الرصيف في ظل هذا الضيق اللي فيه؟ غتحط رجليك غتضربك الطوموبيل كما ديجا وقعت في هذه المنطقه اللي حنا واقفين فيها دابا حاليا. يلا كاين فين دوز الطوموبيله بزز، ها البالوعات ها هما خارجين كيطحنوا في الروايه ديال السيارات، ها الرصيف اللي مضيق، مول المحل غيبغي يحط الكروسه اولا السلعه يشارجيها اولا يخويها. هذا راه درب عمر، هذا راه اكبر سوق على الصعيد الوطني، لا بدا سلعات خويها لا بدا سلعات شارجيها، ما يمكنش فين غادخلها؟ بلا تحس سلعات ما عندوش فين يحطها السلعه، غير يبغي يحسبها ولا يبغي يليفريها للكليان فين يدوز المره. يعني كاين مشكل ديال هذه المنطقه بزاف الناس التجار اللي كاين هنا، كاين كما قلت لك العدد ديال القيساريات فيها يعني مئات ديال المحلات، كاين الفندق، كاين الساكنه كثيره تيعانيوا من هذا المشكل ديال الرصيف. تباطلوا الاشغال حديث ولا حرج. يلا بداو هاد الاوانين الاخيره شي شويه بداو كيتحركوا، لان دابا اكثر من سنتين هما الناس كيعانيو من الغبره، واحد العدد كثير ديال المشاكل ناهيك على محمد سميحه اللي كانت زادت هاد العمده هاد الايامات اللي داز، فيها واحد العدد كبير ديال تراكم ديال النفايات الصلبه، فيها غياب الاناره واحد المده طويله. هادي هذا هو ما بين المشاكل اللي تيعانيو منها التجار ديال درب عمر اللي ديجا كيحسوا بانهم دار عليهم الحصار. واحد العدد كبير ديال الازقه اللي فيها الاشغال كيحطوا لك داك البيطون شي بلاصه مازال كاع ما بداو الاشغال، ومن كيبداو سير واحد المده طويله عاد كيبداو الناس كما كيلقاو فين يدوزوا، عندهم الكليان فين يدوز. ها البنكه راه كاينه هنا دابا ما كيلقاش الشركات ديال الاموال جات بلاصتها، من هنا تما كاين الاشغال وثقيله وطولت، الى وقع شي حادثه فين غدوز لها اسعافات؟ كاين مشكله هنا حتى الغبره ما كيرشوش الماء على الاقل باش الغبره ما تنوضش وما تدخلش للمحلات التجاريه، كاين صحاب الاثاث المنزليه، كاين صحاب السبرديله الساكنه، يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاكراهات اللي كيعانيو من الناس ديال هذه المنطقه. الا كاع سالات الاشغال ديال الخط ديال الترامواي بالنسبه لنا الدراسه مثلا اللي داروا بان دار المحطه في هذه البلاصه بالضبط، ربما انهم يعني ماشي في بلاصتها، لان ديجا الشارع مضيق غادي تسبب الضيق يعني الطريق الماره ولا الساكنه كما ذكرت، يعني ماشي بلاصتها بالنسبه للمحطه، ما في ماشي في الموقع ديال اللي دار الدراسه ما احترمش لي نورم ربما اللي خصو يحترمو. طبيعه الحال ملي الكليان ما تيلقاش فين بلاصي ما يمكنش يجيني، كاين المثل الانجليزي تيقول نو باركينغ نو شوبينغ، يعني ما عنديش فين بلاصي ما غاديش نتقدى عندك الا ما كانش الكليان فين يوقف وفين تخوي السلعه وفين تشارجي. غير يوقف من الهوندا كيتبعو كيكلاكسون على الناس وكيزعجو الساكنه، ازعاج الساكنه ملي كيكثر الكلاكسون، هذيك السيد خصو يخوي السلعه اولا يشارجيها، كي غيدير ما يقدرش يوقف. ناهيك الا وقعت شي حادثه بسيطه في هذه الازقه الضيقه كيتحبس الشارع على طول من ساحه نصر حتى لديساتي تاج هو كيتبلوكا بسبب واحد الحادثه بسيطه تلقاها في هذه الازقه الضيقه اللي داروا دابا.